ونفضل في أمريكا اللي خلال الأيام الماضية انتقد البعض فيها قرار حظر تويتر لدونالد ترامب، وأنبنى انتقادهم على أنه انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي اللي بيكفل حرية التعبير. وبالأمس وفي سلسلة تغريدات مطولة لأول مرة يتكلم مؤسس ورئيس تويتر جاك دورسي على هذا القرار. خلوني أختصر عليكم التغريدات الطويلة لأنه كانت فعلا طويلة. خلينا نقول لكم إيش قال. أولا دورسي وضح أنه ما بيحتفل ولا بيشعر بالفخر للحظر، وكرر أنه حظر الرئيس صار بعد ما المنصة حظرت ترامب أو حذرت ترامب بشكل واضح. لكن مع ذلك اعترف دورسي بأنه خطوة تويتر حتكون لها عواقب على الإنترنت المفتوح والحر، حتى أنه اعتبرها سابقة خطيرة. على العموم ما بنبالغ لو قلنا أنه فترة ترامب في العالم الافتراضي رسميا انتهت، ترى حتى قبل ما تنتهي فترة رئاسته الحقيقية، فغير تويتر اللي حضرته بشكل نهائي وفيسبوك وإنستغرام اللي علقوا استخدامه لمنصاتهم لمدة غير معروفة، كمان شركة سناب اللي كانت أعلنت وقتها وقت لما صارت الاحتجاجات أعلنت عن حظرها له بشكل مؤقت، أو قالت يعني ما حنقول إلين متى، طلعت الآن وكشفت أنه خلاص حتحظره بشكل نهائي، وبررت قرارها بمحافظتها على السلامة العامة واستناداً لمحاولات ترامب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف بحسب بيانهم. We'll be right back.